السلام عليكم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، متابعنا الكرام متابعتنا الكريمات، مرحبا بكم مجددا في قناتكم همزات. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، فتم الصحة والعافية. عدنا إليكم مجددا متابعنا الكرام بعروض بيم الجهوية الاستثنائية لعدة مدن. في هذا الفيديو هذا غتشوفوا معنا إن شاء الله جوج كتالوجات، واحد الكتالوج خاص بعدة جهات وعدة مدن في المغرب. بقاو معنا حتى الآخر باش تكتشفوا جميع المدن وجميع الجهات اللي غيكونوا فيه إن شاء الله، وأيضا كتالوج آخر حتى هو خاص بعدة محلات وعدة جهات، حتى هو بقاو معنا حتى الآخر باش تكتشفوا فين غيكونوا ان شاء الله. كما قلنا هذا الفيديو فيه جوج ديال العروض. قبل ما نبداو التقديم ديال هذه العروض كنبغيو نشكركم كما العاده على التشجيعات ديالكم، التعليقات ديالكم زوينين، على المشاركه ديالكم وتجاربكم معنا. لاول مره يزورنا في القناه يشتركوا ويفعل زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض ان شاء الله ويبقى ديما يوصل الجديد. ايضا ما تنساوش تضغط على الزر ديال الاعجاب. ونبداو على بركه الله هذه العروض اللي كامله راه غتكون ان شاء الله يوم الجمعه، الجمعه ديال هذا الاسبوع هذا 1 ابريل 2022، الجمعه ديال هذا الاسبوع هذا. ونبداو على بركه الله. كاين اول منتوجات معنا واحد النعل نسائي، واحد الصندال بوغ فام كما كتشوفوا معنا، جايبه التصميم هذا. بالنسبه لهذا فيه من 36 حتى 39 في الارقام، جايب عده الوان متابعينا الكرام من اتيانا. بالنسبه للثمن فراه دايرين 136 درهم، 2720 ريال كما كتشوفوا معنا. كاين معنا واحد النعل ايضا نسائي، جايب تصميم اخر كما كتشوفوا معنا، كاين هذا التصميم هذا، وكاين ايضا هذا التصميم اللي كتشوفوا معنا، فيه من 37 حتى 39 في الارقام، حتى هو بعده موديلات وعده الوان من نفس الشركه. بالنسبه للثمن فراه 136 درهم، ايضا 2720 ريال متابعينا الكرام. وكما كتشوفوا معنا كيبانوا بهذا الشكل هذا. كاين ايضا معنا واحد الرف ديال التخزين ديال المطبخ كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، من الميتال والبلاستيك. بالنسبه لهذا الرف في عده اماكن فين ممكن تنظموا الاواني ديالكم. بالنسبه للمقاييس ديالو ففيه 29 سنتيم في العلو، في الجهه الخلفيه 22 في الاماميه، وفي القاعده ديالو فيه 16 على 28.5 كما كتشوفوا معنا. في عده اماكن السكاكين، معلقات، اللوحه ديال التقطيع كما كتشوفوا. بالنسبه للثمن فراه داير 2400 ريال، 120 درهم متابعينا الكرام. كاين ايضا معنا واحد المجموعه ديال ثلاثه ديال الصواني او لي بلاطو من لاسيير انوكسيدابل، فهادو ما كيصديوش. الكبيره فيها 35 سنتيم في الديامتر ديالها، متوسطه 30، والصغيره فيها 24.5. بالنسبه للثمن ديال هاد المجموعه ديال ثلاثه ديال القطع فراه دايرين 120 درهم، 2400 ريال، وجايين بهذا التصميم هذا بحال الشكل ديال الوريضه. كاين ايضا معنا واحد المجموعه ديال الصحون دائريه من البورسولين من الفخار كما كتشوفوا معنا، بعده احجام. كاين الصغير في 18 سنتيم داير 11 درهم كما كتشوفوا معنا 220. كاين المتوسط في 23 داير 18 درهم 360، وكاين الكبير 25 سنتيم داير 22 درهم 440 كما كتشوفوا معنا، جايين بهذه الزواقه هذه وكيبانوا زوينين. كاين ايضا معنا متابعينا الافاضل واحد المجموعه ديال التقديم ديال الحلويات، واحد السربيس مكون من 7 ديال القطع كما كتشوفوا معنا، جايين بهذا التصميم هذا. هاد الطباسل هادو كولوري زاج ملون من سيغما غلاس. بالنسبه لهادو كاين الطبق الكبير قطعة واحدة فيها 26 سنتيم، وستة ديال الأطباق صغار فيهم 20 سنتيم كما كتشوفوا معنا في الديامتر ديالهم. بالنسبة للثمن ديال هاد المجموعة ديال ستة ديال الأطباق صغار وواحد كبير فراه دايرين 100 درهم، 2000 ريال كما كتشوفوا معنا. وكاين أيضا معنا مجموعة ديال الأواني ديال السلطة ديال التقديم ديال السلطة، ستة ديال الأواني جايين بهذا الشكل هذا، حتى هما زاج ملون فيهم في الديامتر 13 سنتيم كما كتشوفوا معنا. بالنسبه لهاد السته ديال القطع دايرين 80 درهم، 1600 ريال من سيغما غلاس كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، وجايين بهذا الشكل هذا. هاد جوج ديال الاواني وهاد الاطباق او هاد المجموعات ديال التقديم ديال الحلويات والسلطه وهاد الاطباق كما كتشوفوا معنا. كاين ايضا معنا واحد العصاره يدويه بلاستيكيه من البلاستيك والسيليكون كما كتشوفوا معنا متابعينا الكرام، جايين بهذا الشكل هذا، عده قطع وحتى فيهم واحد اللعيبه باش تشدوا الفاكهه اثناء العصر. فبالنسبه لهادو راه دايرين 200 او 460 ريال،
23 درهم. كاين ايضا معنا واحد الحكاكه بسته ديال الاوجه من لاسير انوكسيدا بالمنشفس، كتجي بهذا اللون هذا. وكاين ايضا ثلاثه ديال اللوينات اللي كتشوفوا معنا في هذه الدوائر. بالنسبه لهذه راه دايره 600 درهم 30 درهم. كاين ايضا معنا واحد الصفايه ديال المطبخ ممكن تركبوها في المقلات باش تصفيو اي حاجه من السيليكون كما كتشوفوا معنا. بعد التقنيه هذه دايره 16 درهم 320 متابعينا الكرام. وكاين ايضا معنا واحد الحامل ديال الاكياس ديال القمامه كما كتشوفوا معنا. هذا كيلصق في الباب نتاع البوطاجي كتركبوا فيه الميكادي ديال البوبيل. بالنسبه لهادي الحامل هذا فراه داير 26 درهم 520 كما كتشوفوا معنا. كاين ايضا معنا اوعيه السيليكون اللي طهي البيض 6 ديال القطع كما كتشوفوا معنا ب 660 6 ديال القطع 33 درهم. وكاين معنا مجموعه ديال السكاكين 12 سكين من امبيريال ب 25 درهم 500 درهم متابعينا الكرام، جايين بهذا الشكل هذا. المرجو من السيدات اللي سبق لهم جربوا اي منتوج من هذه المنتوجات يشاركونا التجربه ديالهم. بالنسبه لهذا اخر منتوج هذا العرض الاول، فننتقلوا للعرض الثاني ان شاء الله. كاين في العرض الثاني الخاص بواحد الجهات او واحد المجموعه ديال المحلات اخرى، اول منتوج فيه كاين هذا المقعد ديكوراتيف كما كتشوفوا معنا، في 38 على 42 سنتيم 330 درهم، كيجي بهذا الشكل هذا وبهاد جوج شكيلات. كاين ايضا معنا واحد الخيمه ديال الالعاب وواحد الخيمه ديال اللعب ديال الاطفال كما كتشوفوا معنا من دايناميك. بالنسبه لهذه كما كتشوفوا معنا راه جابت عده مرات في بيم، زوينه صراحه تحطوا فيها الدراري ما تخافوش عليهم. بالنسبه للثمن فراه 300 درهم 6000 ريال جابوها في هذا العرض هذا. كاين ايضا معنا مجموعه ديال الكرات البلاستيكيه 100 قطعه ب 80 درهم 1600 ريال، هادو هما اللي شفتوهم في الخيمه ديال الالعاب كما كتشوفوا معنا دابا، هادو ب 80 درهم 1600 ريال. كاين ايضا معنا حقيبه السفر من فاليس، العجلات كيدوروا 360 درجه. بالنسبه لهاد الحقيبه فيها 20 في الحجم ديالها ب 4000 ريال 200 درهم متابعينا الكرام، وجايه بهذا التصميم هذا. كاين ايضا معنا واحد المجموعه ديال الرداءات او لي روب ديال الغرفه او ديال المنزل 100% من القطن متابعينا الكرام، فيهم الاحجام من الام حتى الاكس ال متابعينا الكرام، نسائيا من كومفورت فاميلي. بالنسبه لهادو فراه دايرين 190 درهم 3800 ريال. كاين النسائي كما كتشوفوا معنا بهاد الالوان هادو، وكاين الرجالي بهاد اللون هذا بنفس الثمن. وكاين ايضا معنا فرشات كهربائيه، واحد البروس دو ليساج، واحد ليسور متابعينا الكرام من هيفر ب 100 درهم 2000 ريال كما كتشوفوا معنا. وكاين ايضا معنا آلة ديال الحلاقه من ابريلا كتشارجا في 8 ساعات، مده العمل 35 دقيقه. بالنسبه لهذه كتجيب عده اكسسوارات كما كتشوفوا معنا هاد لي اكسسوار هادو. بالنسبه للثمن فراه دايره 120 درهم 2400 ريال من امبريلا. مرجو من المتابعين اللي سبق لهم جربوا هاد الاله او اي منتوج من هاد المنتوجات يشاركنا التجربه ديالو، شاركونا التجارب ديالكم نستافدوا جميعا. بالنسبه لهذا اخر منتوج في هاد العرض الثاني واخر منتوج في هاد العروض هادو متابعينا الكرام. كما شفتوا معنا هاد العروض غتكون ان شاء الله يوم الجمعه 1 ابريل 2022 العروض ديال هاد الجمعه هادي. بالنسبه للعرض الاول اللي شفتوا معنا في المنظم او الرف ديال التخزين والاحذيه والاطباق كما كتشوفوا معنا، هاد العرض هذا فراه خاص بالجهه ديال بوسكوره متابعينا الكرام، مدينه الدار البيضاء الجهه ديال بوسكوره والجهه ديال سيدي معروف المستقبل والناس بني ساسفه ودار بوعزه. وايضا غيكونوا في المدن التاليه مدينه برشيد سطات ومدينه مراكش بن قرير بني ملال جديده وازمور، يعني الجهات ديال او الجهه ديال بوسكوره والمدن اللي جنوب الدار البيضاء غيكونوا في هذه العروض ان شاء الله يوم الجمعه ديال هذا الاسبوع هذا. بالنسبه للعرض الثاني اللي تابعتو معنا فيه الخيمه ديال الالعاب والفاليز وليروب كما كتشوفوا معنا، حتى هو غيكون هذه الجمعه هذه وغيكون ان شاء الله في الجهه ديال عين السبع الدار البيضاء بن مسيك سيدي عثمان الحي المحمدي ومولاي رشيد سباته وكراج علال
والتشارك، أناسي والمنظر العام والسنتر فيل وقرب المعارف. هاد الجهات كاملين إن شاء الله غيكونوا في هاد العروض هادي، جميع المحلات ديال بين في هاد الجهات هادو، وأيضا الجهات اللي غيكونوا قرابين ليه. نتمنوا أن هاد العروض تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا معنا ونكونوا قدمناهم بطريقة سهلة ومفيدة. لأول مرة يزورنا في القناة متابعنا الكرام يشترك ويفعل زر الجرس باش ما يفوتوا حتى عرض ويبقى ديما يوصلوا الجديد. أيضا ما تنسوش الضغط على الزر ديال الإعجاب. نتلقى في عروض أخرى وميزات أخرى متابعنا الكرام. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.